عم تفوت على مرت صاحبك يا قليل الشرف والوجدان؟ أخي أنا بهلا فهمك شو الموضوع، بس طول بالك علي شوي. ولك شو بدك فهمني يا ابن الستين صرماية؟ بتعرف شو يعني مرته؟ ولك شو يعني عرضه وشرفه؟ لك بعرف بس فهم مني شوي. خلاص 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 بغرقك والله بغرقك. ها لك أخي فهم اللي بس. لك شو بدي يفهم عليك يا أحمر؟ ولك ما حسبت حساب إنه صاحبك ممكن يشوفك؟ ولك شو كان ممكن يساوي؟ ولك كان ممكن يذبحك ويشرب من دمك؟ لك هي ضحكت علي، طول بالك علي بقى. ولك حاجة تحط الحق عليها، هي عاطلة وانت عاطل. ولك يا حقير